لا يمكن لعام أن يمضي من دون أن يورث بعضاً من تركته الثقيلة، فهذا العام الحافل بالمآسي على غير صعيد وفي غير بلد عربي يودعنا ونودعه على رجاء انتهاء مخاض بلداننا بانتصار نضالات الشعوب وتضحياتها. أيها السيدات والسادة، دولة المواطن هي الغاية المنشودة، الدولة التي تحترم مواطناتها ومواطنيها بكل اختلافاتهم من دون تمييز في الواجبات أو الحقوق، دولة محاربة الفساد ومواجهة التحديات واعتماد الشفافية واحترام الدستور والمؤسسات، وقبل كل ذلك احترام الإنسان. على الرغم من كل الخيبات والأخطار والتحولات، لا مناص من التمسك بالإرادة والأمل والإصرار والتحدي لصناعة الغد الأفضل، الغد الذي نستحقه. فكل عام وأنتن وأنتم جميعاً تنطقون بكلمة حق، تنطقون فقط بكلمة حق.